الرحمن الرحيم. أستاذة رنا مجيد صالح، جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة، قسم التصميم. محاضرتنا لهذا اليوم عن حق الحياة وظاهرة الانتحار. محاضرتنا تتحدث عن حق الحياة التي تعد حق من حقوق الإنسان التي يتمتع بها الإنسان ومنذ الأزل. خلقه الله سبحانه وتعالى منذ الأزل، خلق الإنسان له عدة حقوق وحريات يتمتع بها، ومن هذه الحقوق التي يتمتع بها هي حق الحياة. ومن المظاهر التي ظهرت في الوقت الحاضر، خاصة في مجتمعنا المجتمع العراقي خاصة والعالم عامة، ظاهرة الانتحار. فحق الحياة، أن الحياة هي هبة من الله عز وجل، وهو حق طبيعي من حقوق الإنسان، ويتقدم على كافة الحقوق، فعلى المجتمع والدولة المحافظة على تلك الأرواح وحمايتها من عبث العابثين ومن تعسف السلطة. فقد نص المادة 15 من دستور العراق لسنة 2005 على أنه لكل فرد حق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة. عليه لابد من معرفة أن الحياة هي نعمة من الله عز وجل، لا يجوز التخلي عنها أو لأي سبب كان ولا تحت أي ظرف كان، فهي حق لا يتجزأ عن الإنسان، ولا يجوز التعدي عليه أو التخلي عنه بأي سبب كان. فمن أبرز المظاهر التي ظهرت في مجتمعنا هي ظاهرة الانتحار، والتي استفحلت في مجتمعنا العراقي خاصة والعالم عامة. لذلك سوف نتناول ظاهرة الانتحار ومعرفة الأسباب الرئيسية لظاهرة الانتحار وطرق الوقاية والعلاج، ثم بيان موقف الإسلام من هذه الظاهرة والتكييف القانوني لظاهرة الانتحار في القانون العراقي. ظاهرة الانتحار والأسباب الرئيسية لها وطرق العلاج لهذه الظاهرة. في بادئ الأمر لابد من بيان ما هو الانتحار، وما التعريف النفسي لهذه العملية لهذه الظاهرة. عرف علماء النفس والاجتماع الانتحار بأنه سلوك يعمد فيه الإنسان على قتل نفسه وإزهاق روحه باستخدام عدة وسائل وأساليب للتخلص من حياته. ومن هذه الوسائل هي إلقاء نفسه من ارتفاع شاهق، أو تناول أدوية معينة أو مواد سامة تؤدي إلى الموت. وهناك أيضا طرق عدة تختلف باختلاف طرق الانتحار من شخص إلى آخر. أما مسألة أسباب الانتحار، هناك عدة آراء وعدة أفكار لأسباب هذه الظاهرة. فإن هذه الأسباب تختلف من شخص إلى آخر ومن محاولة إلى أخرى. فهنالك عدة أسباب تؤدي بها الشخص إلى فكرة الانتحار أو محاولة الانتحار، كما أنه توجد في بعض الأحيان أسباب مجهولة تتعلق بالشخص، كالأمراض النفسية أو الأمراض الجسدية التي تودي بمحاولة الانتحار. هنالك بعض الأطباء لا يصرح بها حفاظا على خصوصية الشخص. فمن هذه الأسباب التي سوف نتناولها في ما يلي لتودي إلى محاولة الانتحار، منها الاضطرابات النفسية. تمثل الاضطرابات النفسية أحد الأسباب التي تودي إلى الانتحار، والتي ترجع أسبابها في بعض الأحيان إلى وجود أعراض نفسية متوارثة لدى المنتحر.
فهناك بعض المنتحرين لديهم سجلات طبية متوارثة، كأن يكون الأب لديه نزعات للانتحار أو الأم أو أقارب من درجات مختلفة، أو كأن يكون يعاني من أغراض نفسية أخرى. أما السبب الثاني الذي يؤدي إلى الانتحار وهو الإدمان المنتشر خاصة في الوقت الحاضر، حيث يعد هذا السبب من الأسباب الشائعة لدى الشباب والمراهقين، الإدمان على المواد المخدرة أو شرب الكحول. أما السبب الثالث الذي يؤدي إلى الانتحار هو فقدان العمل أو المال أو فقدان شخص عزيز، أو الذي بالتالي يؤدي إلى فقدان الوظيفة أو بيع منزل. فكل هذه النزعات أو كل هذه الظروف التي تتكالب على الشخص تؤدي إلى إثارة نزعة الانتحار لدى الشخص، وبالتالي يؤدي إلى عدم الاستقرار المادي بسبب فقدان العمل أو بيع المنزل أو فقدان عزيز فقدان شخص عزيز عليه، تؤدي إلى زيادة نزعة وزيادة فرص الانتحار لدى الشخص، بالتالي يؤثر على قلق الشخص وإثارة القلق لديه وحالة من الاكتئاب والعنف داخل الأسرة. ترتبط هذه الظاهرة في بعض الأحيان بالوضع الاقتصادي للبلد، إن الوضع الاقتصادي في البلد وخاصة في العالم بالوقت الحاضر والحروب وعدم الاستقرار المادي للأشخاص يتعرض له الفرد، وبالتالي يؤدي إلى حالة من الاكتئاب، حالة من القلق لدى الشخص، ويعني يؤدي إلى يعني المجهول المستقبل المجهول للشخص، ومسألة يعني المال، فقدان المال أو فقدان العمل، كل هذه الأسباب تتكالب على الشخص وبالتالي تزداد لديه فرصة التعرض لخطر الانتحار. أما السبب الرابع وهو اليأس، يعد اليأس من حالة من الأداء النفسي لدى الفرد، وهي حالة مرتبطة لدى الفرد. يرتبط هذا مسألة الاكتئاب أو مسألة اليأس بمشاعر الشخص نحو المستقبل وفقدانه الأمل والأمان، ووجود أفكار بأن هذا الوضع لن يتحسن ولن يتغير وهو باقي لا يتغير. لذا ينمو لدى الفرد الشعور بالإحباط والشعور باليأس والشعور بالاكتئاب، وبالتالي يؤدي هذا إلى مؤشر حالة الانتحار. أما السبب الخامس لمسألة ظاهرة الانتحار، هناك بعض الأشخاص يعانون من أمراض مزمنة لا علاج لها، فهي عوامل مساعدة تدعو الشخص إلى التخلي عن حياته، فقدان الأمل في العلاج كعديد من الأمراض التي لا حل لها كأمراض السرطان أو أمراض الأيدز أو مرض السكري. من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى ظاهرة الانتحار ضعف الدين وابتعاد الفرد عن طاعة الله، إذ يعد أمرا قد يساهم في خطر الانتحار لأنه غير مدرك لعواقب هذا الفعل، وخاصة لدى المراهقين والشباب. أما السبب الأخير لأسباب ظاهرة الانتحار مسألة الحب لدى الشباب ولدى المراهقين، فهذه النزعة تؤدي إلى الانتحار وكذلك العزلة الاجتماعية. أما بالنسبة إلى طرق الوقاية والعلاج من هذه الظاهرة، هنالك عدة طرق لعلاج تلك الظاهرة، منها الحماية الاجتماعية والخدمة الاجتماعية التي توفرها الشرطة المجتمعية والمجتمع لعلاج الأفراد خاصة المحاولين للانتحار التي باءت محاولاتهم بالفشل. ومن هذه الطرق أولا الطبيب النفسي،
وهو التأثير من قبل الأخصائي النفسي، إذ يعمد الأطباء النفسيون على علاج الشخص المحاول للانتحار بهدف إزالة هذه الفكرة وإزالة الأسباب التي تؤدي إلى الانتحار ومعالجتها نفسيا. أما الطريقة الثانية لطرق الوقاية من ظاهرة الانتحار هي حث الفرد على ترك رفقاء السوء، خاصة لدى المراهقين والشباب، إذ نلاحظ أن هذه الظاهرة كثيرا ما تحدث لدى المراهقين والشباب. أما السبب الثالث لطرق الوقاية والعلاج من ظاهرة الانتحار هي الوعظ، حيث حث الفرد على نتائج هذا العمل وسلبيات هذا العمل من خلال تخويف المنتحر أو المحاول للانتحار من عقاب الله سبحانه وتعالى وخسرانه الدنيا والآخرة، وهذا الفعل قد يؤدي به إلى يؤدي به إلى جهنم وبئس المصير، لأن الحياة هي ملك الله ولا يحق للفرد التخلي عنها. أما السبب أو الطريقة الرابعة لطرق الوقاية من هذه الظاهرة هي محاولة المشورة والنصيحة وبيان هذا الفعل بأنه خاطئ وغير صحيح، وبث روح الأمل والتفاؤل بالحياة وأن القادم أفضل. أما الفرصة أما الوقاية الأخيرة من محاولات الانتحار هي خلق فرص عمل للمراهقين والشباب وإيجاد فرص عمل للقضاء على هذه البطالة وتوفير فرص عيش كريمة له، إذ يعد هذا السبب من الأسباب الرئيسية لمحاولة الانتحار خاصة في العراق، إذ يعاني الشباب والمراهقين من أسباب عديدة منها البطالة وعدم توفير فرص عيش كريمة وعدم إيجاد عمل له. أما موقف الإسلام من ظاهرة الانتحار، يعد موقف الإسلام من هذه الظاهرة يعد هذا ظاهرة الانتحار من كبائر الذنوب، فقتل الإنسان لنفسه لا يعد حلا لإنهاء الأزمات، فهي باعث من بواعث الضعف وسيطرة الوساوس وغياب الدين وضعف النفوس، إذ أدت هذه الظاهرة والتفكيك الأسري والمشاكل النفسية إلى زيادة هذه الظاهرة وعدم الوعي الأسري للشاب والمراهق. كذلك إن عدم إيمان الإنسان بوجود حساب وعقاب في الآخرة ساعدته في التخلص من حياته، لذا جاء تحريم الانتحار بكل وسائل من وسائل النهي وترك هذا الأمر، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما سوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير، صدق الله العظيم. إذ نلاحظ في هذه الآية القرآنية النهي عن قتل الأنفس والنهي عن قتل الآخرين، حيث أن الله سبحانه وتعالى بث روح التفاؤل وروح الأمل بقوله تعالى إن الله كان بكم رحيما، وكذلك من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، حيث جاء في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى وعد المنتحر أو المحاول بالانتحار بنار نار جهنم، وكذلك أن ذلك على الله يسير، وكذلك قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حيث نهى على ظاهرة الانتحار ونهى عن محاولة الانتحار ونهى عن ذلك بقوله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار، عليه
لابد من وجود دور نفسي وتربوي لعلاج هذه الظاهرة وخلق باعث الأمل في النفوس وخلق فرص جديدة للحياة وزرع الثقة. فعاقبة الانتحار هي سخط من الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالتكييف القانوني لظاهرة الانتحار، عالج قانون العقوبات العراقي الرقم 11 لسنة 1969 في المادة 408 على جريمة الانتحار أو التحريض عليه، فقد نصت المادة على يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات من حرض شخصا أو ساعده بأي وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار وتكون العقوبة الحبس إن لم يتم الانتحار. وفي ختام هذه المحاضرة ندعو المجتمع إلى نبذ ظاهرة الانتحار وندعو إلى زرع الثقة والتفاؤل في نفوس الجميع. شكرا لكم.